إذا للحديث عن معاناة النازحين في العراق بعد إغلاق الكثير من المخيمات وإجبارهم على العودة قسرا إلى مدنهم، تنضم إلينا عبر سكايب من لندن الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. دكتورة فاطمة، السلام عليكم. يعني مشاكل العراق لا تنتهي وأيضا متفاقمة، أزمة النازحين واحدة من هذه المشاكل المهمة ضمن هذه الأزمات، لكن هنا لماذا تصر حكومة الكاظمي على إعادة النازحين إلى مناطقهم قسرا؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. حكومة الكاظمي تصر على عودة النازحين بها، وهذه نحن نعتبرها طبعا عودة قسرية للنازحين لأسباب عديدة. أولا حكومة الكاظمي تريد غلق هذا الملف بأي طريقة كانت. هناك تقارير عديدة تثبت الأحوال المأساوية التي وصل إليها النازحون الآن. إضافة إلى ذلك تصاعد المنادات بأن هناك تغيير ديموغرافي يحدث في هذه المناطق وأهلها ممنوعون بسبب سطوة الميليشيات، ولذلك فإن حكومة الكاظمي تريد أن تغطي على جرائم الميليشيات بأن تثبت أن هناك عودة لهذه للنازحين إلى مناطقهم، بالتالي لا يوجد أي تغيير ديموغرافي. نحن نعرف جيدا أن هذه المناطق التي سوف يعود إليها النازحون هي مناطق تسيطر عليها الميليشيات بصورة كاملة. لا ننسى إضافة إلى ذلك هي موعد الانتخابات القادم، وهذه الميليشيات تفرض سيطرتها على هذه المناطق، ولهذا هي تريد طبعا أن تمارس أعمالها التسلطية على رؤوس النازحين عائدين إلى ديارهم. وطبعا ما نعرفه جيدا عن عمليات الترهيب المنظمة التي تقوم بها الميليشيات في المناطق التي تسيطر عليها، وبالتالي كسب أصوات من أجل أن تفوز في الانتخابات الأحزاب التي تسيطر على العراق، وبالتالي تضمن يعني سيطرتها المستمرة على مفاصل الدولة. إضافة إلى ذلك نحن نعرف جيدا أن هذه الميليشيات التي تسيطر على المناطق التي تم ما كما يدعون استعادتها من تنظيم الدولة، الميليشيات هي بدورها الآن لا زالت مستمرة بأعمال إرهابية في هذه المناطق، وبالتالي فهي سوف تؤدي أيضا إلى عمليات نزوح مستمرة لأهالي هذه المناطق، ولكن طبعا ليست إلى مخيمات النزوح، بل أن هذا الهروب سوف يكون إلى مناطق أخرى، بؤرة أن يحصروا أماكن تواجد هؤلاء في مناطق معينة، وتضمن الميليشيات سيطرتها على باقي المناطق في المحافظات المدمرة. نعم. دكتورة فاطمة، عودة النازحين يجب أن تكون مشترطة بإعادة الإعمار وأيضا حل مسألة الأمن التي تؤرق كل نازح وبالتالي تمنعه من العودة. هل أزالت الحكومة هذه الموانع كي تدعو النازحين إلى العودة إلى مناطقهم؟ لا، بالتأكيد لا زالت هذه المناطق تعاني من دمار رغم الدعايات يعني والدعوات للتبرعات وجمع الأموال من والمنح من أجل إعادة أعمار هذه المناطق، لكن نعرف جيدا أن هذه الأموال التي وصلت إلى العراق ذهبت إلى جيوب الفاسدين، وبالتالي بقيت هذه المناطق تعاني من الدمار في البنى التحتية، في المؤسسات الخدمية، لا توجد هناك فرص للعمل. إضافة والأهم من هذا هو عدم الأمان. تقرير الأمم المتحدة الذي يثبت أن عودة النازحين يعني فيها خطورة على حياة النازحين، لأنهم مناطق لا توجد مناطق شاسعة غير آمنة، تعاني من العبوات، وجود العبوات الناسفة والذخائر الغير منفجرة والتي تسبب خطر كبير على حياة النازحين الذين سوف يعودون إلى هذه المناطق. إذن يعني الكاظمي يريد فقط أن يخرج النازحين من مخيمات، نعم، وهو لا يستطيع أن يضمن لهم حتى حياتهم وبقائهم على قيد الحياة إذا رجعوا إلى منازلهم الأصلية. طيب، على أي حال، عبر سكايب من لندن الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، شكرا جزيلا لك.